ونقول لإيران الثورة، إيران المال النظيف التي تريد تصدير الثورة إلى كل مكان بالمال والقوة، ليست هنا القادسية، وإنما تذكروا تاريخكم، وليست هنا أطماع فارس، وإنما عودوا إلى ضمائركم. وإن كنتم تتبرؤون من تاريخكم الكسروي فعليكم أن تحكموا الإسلام والدين الذي تنتمون إليه. ونقول أيضا للحكومة، سيري على بركة الله ونحن معكم، وهذه القرارات من أجل حفظ الأمن في لبنان، لتقوم دولة لبنان فقط لا دولة حزب الله، وليكون السلاح بيد الجيش اللبناني فقط لا بيد حزب الله تحت ستار المقاومة. وإلا فيحق لكل اللبنانيين أن يقولوا نريد سلاحا كما عند الحزب، ونريد مقومات كما عند الحزب، ونريد مؤسسات كما عند الحزب. ووقع التقسيم الذي يدعون زورا وبهتانا أنهم يحاربونه. ونقول أيضا للجيش اللبناني، لقيادة الجيش، عليكم أن تأخذوا دوركم الطبيعي، وأن تقمعوا المخالفين، وأن تأخذوا على أيدي السفهاء، وإن الذي لا يأخذ على يد سفيه يخرق سفينة الوطن، فإن الوطن سيغرق بأجمعه. خذوا دوركم والشرفاء معكم، ومن مات من أجل الحفاظ على وحدة الأمة وعلى صيانة البلد وعلى حقن الدماء وحفظ الكرامات ورفع الهامات فأجره عند الله تعالى موفور، وذكر الخير له بالثناء بين الناس في الدنيا والآخرة. ثم نقول أخيرا، يجب علينا أن نقف سدا منيعا في وجه كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولكن نقول أيضا لإخواننا مؤكدين لهم وهم في بيروت، نقول لهم إنكم لستم لوحدكم، فقد جربتم الاحتلال الإسرائيلي لبيروت وقاومتموه، ولم تستطع إسرائيل بما تملك من السلاح أن تذلكم، وها أنتم اليوم أمام معركة جديدة هي فتيل معركة في العالم الإسلامي كله، لأن لبنان إن اندلعت فيه الحرب المذهبية لا سمح الله فإنها ستمتد نارها إلى كل مكان. نقول لكل من في بيروت من الصابرين المعتدى عليهم ومن المعتدين الذين تناثروا كالجرذان في الطرقات، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في وطنكم. ونقول لكل الناس، لقد بلغنا ما وجب علينا أن نبلغه، فقد برئت ذمتنا، وقد أعذر من أنذر، والله من وراء القصد، والله أكبر من طاغوتهم، وأكبر من جبروتهم، وأكبر من ضاحيتهم، وأكبر من تعنتهم، وأكبر من غطرستهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا استمعنا إلى الشيخ أسامة الرفاعي مفتي عكار في كلمة رفض فيها قطع شرايين بيروت، مؤكدا السعي إلى درء الفتنة، مطالبا حزب الله باسم الدين والحق والكرامة والشرف والوطن والإنسانية بأن يسحب ما سماه الحالة التترية المغولية من بيروت والعودة إلى القرى، ومحملا حزب الله مسؤولية أمام الله والدين والشعب والوطن.